بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب معرفه الامام والرد اليه من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وقد ذكرنا قطعه من هذا الحديث الشريف في الحلقه الماضيه والان نواصل الكلام في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح، ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود. فمن وفى لله عز وجل بشرطه، واستعمل ما وصف في عهده، نال ما عنده، واستكمل ما وعده. إن الله تبارك وتعالى أخبر عباده أخبر العباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال: إنما يتقبل الله من المتقين فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه واله في هذا المقطع من هذا الحديث الشريف الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين ان صحه وقبول العمل لله سبحانه وتعالى هذا ليس مطلقا وانما هو بشروط فاذا الانسان التزم بتلك الشروط الله يتقبل عمله وان لم يلتزم بتلك الشروط فلا وعد لقبول عمله بل قد يحبط ذلك العمل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عباده. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما الله سبحانه وتعالى رحمهم وتفضل عليهم فخلقهم ثم غمرهم بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمه عليهم أن أمرهم ونهاهم. لانهم اذا التزموا باوامر الله ونواهيه كان بصالحهم، لان الله سبحانه وتعالى لا يامر بشيء اعتباطا، لا ينهى عن شيء عبثا، وانما اذا كانت هناك مصلحه ملزمه فالله سبحانه وتعالى يامر، مصلحه ملزمه للعبد، واذا هناك مفسده ملزمه فالله سبحانه وتعالى ينهى. مفسدة للعبد. فهذه الأوامر والنواهي بصالح العبد، مثل الأب والأم اللي الطفل الصغير ينهونه عن الاقتراب مثلاً إلى مواطن الخطر. هذا بصالح الطفل، طبعاً الأب والأم أيضاً منتفعون بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا يصل نفع إلى الله، لأنه لا يحتاج إلى عباده. هسه الاب والام اذا نهوا هذا الطفل عن شيء او امروه بشيء هذا بصالحه هذا الامر والنهي الله سبحانه وتعالى اذا امرنا او ونهانا لا لحاجه منه الى طاعتنا وانما لمصلحتنا فهذا ايضا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا بل الله يمن عليكم ان هداكم للاسلام ان كنتم صادقين المنه لله سبحانه وتعالى بان هدانا للاسلام بين لنا الطريق. الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج الينا. بين لنا الطريق ووعدنا ان سلكنا هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم بصحه المعتقد وصحه العمل فانه سيجازينا باحسن الجزاء وعد بشرط مو وعد مطلق الله لم يعد الثواب بشكل مطلق اذا انت اطعت او لم تطع انا اثيبك كلا الوعد للمطيع وذلك المطيع ضمن الضوابط اللي, اللي الله يعينها يعني إذا واحد يريد يصلي، الله سبحانه وتعالى وعد الثواب للصلاة الصحيحة المستجمعة للشرائط. فإذا واحد إجا صلى بدون وضوء عمداً لا وعد له في الثواب له، لأن هذه الصلاة باطلة. إذا واحد صلى خلف القبلة لا وعد للثواب له، لأنه لم يفِ بالشرط الذي شرطه الله سبحانه وتعالى عليه. اكو بعض الناس يقولون فلان الكافر هذا قلبه نظيف يخدم الناس يخاف من الله لا يكذب يلتزم بوعوده ليش هذا الكافر يكون في نار جهنم الجواب لان الله سبحانه وتعالى لم يعد الجنه الا ضمن الضوابط الا للمؤمن الله ما يحتاج إلى هذا الكافر ولا إلى عمله. حتى لو عمله كان من حيث هو عمل حسن. لكن لم يعد الله سبحانه وتعالى الثواب على ذلك العمل الحسن. الله وعد الثواب على العمل الحسن الذي كان ضمن الضوابط التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لنمثل مثالاً أنت عندك قطعة أرض. تريد تبني في هذه القطعه من الارض بيتا تروح عند مهندس مهندس تخطيط يرسم لك خريطه للبيت تجيب انت مقاول تقول له ضمن هذه الخريطه تبني لي وانا اعطيك كذا مقدار مقابل عملك تتفق وياه اتفاق ضمن هذه الخريطه بكذا مبلغ. زين هذا المقاول اذا اجى شاف الخريطه ما عجبته بدون ما يتفق وياك في تغيير الخريطه غير وبنى بشكل اخر. انت تجي تشوف انه البناء بشكل اخر تعترض على المقاول. لماذا بنيت هكذا؟ يقول اني بنيت لك بناء جيد جميل، انت تقول له اني هذا البناء صحيح جيد جميل بس اني ما اريده. أني ما اتفقت وياك على هذا البناء، أنا اتفقت وياك على شيء آخر. فهذا المقاول لا أنه يستحق أجراً فحسب، لا يستحق، بل تتمكن من أن تشتكي عليه وتطلب أن يزيل هذا البناء على نفقته، لأنه خالف الشرط. ما يقدر يقول أني هذا البناء جميل، حلو، لطيف، تقول له أني ما أريد هذا الشيء. أنا اتفقت وياك بشكل آخر. لذا الله سبحانه وتعالى لما امر ابليس للسجود لادم ابليس رفض الملائكه هؤلاء عباد لله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول فلذا الملائكه جميعا سجدوا اما ابليس لم يسجد وفي بعض الاحاديث ان ابليس خاطب الله سبحانه وتعالى بما معناه انه آني يعفيني عن السجود لادم واني راح اسجد لك كذا الاف من السنين الله سبحانه وتعالى خاطبه اني اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد اني اريد ان تطيعني عن طريق السجود لادم ما اريدك عن طريق اخر اطيعني هسه واحد يجي يقول انه ليش نسجد؟ ليش نصلي بطرف الكعبه؟ ليش نصلي بوضوء؟ هسه نصلي خلف الكعبه، شنو المشكله؟ خلي نصلي بدون وضوء، شنو المشكله؟ الجواب المشكله ان هذه الصلاه الله لا يريدها. الله وعد الثواب على صلاه مخصوصه بكيفيه مخصوصه. صلاة الصبح ركعتين إذا صلى ثلاث ركعات صلاة باطلة يقول زين هذا أكثر سجدة لله ركعة زائد زائدة نقولها هذه الله لا يريدها وبعض الأحيان بعض الناس يبتدعون بدعة في العبادات زين يقول أنا أريد أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة زين إذا هذه العبادة لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى فهي بدعة والبدعة ضلالة، والضلالة في النار. عبادة الله سبحانه وتعالى توقيفية. زين. إذا أنت نحن أي واحد لا يكفي أن يقول اني قلبي نظيف، واني أحب الناس، واني أحب الله. هذا ما يكفي. لازم يكون عقيدتك لازم تكون عقيدتك وعملك بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى إيه لازم قلبك يكون نظيف لكن عملك هم لازم يكون صحيح هذا ليس بالنسبة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فحسب حتى في الأمور الاجتماعية واحد لا يؤدي وظائفه والعملية نقول ليش ما تؤدي وظائفك العملية يقول المهم أنه قلبي يكون نظيف موظف ما يشتغل عدل ليش يقول أنا أحب صاحب العمل أحب قلبي نظيف بالنسبة له نقول له جزاك الله خيرا قلبك نظيف بالنسبة له ولكن أنت الآن موظف لازم ثمان ساعات كاملة تعمل واحد يتعدى إشارة المرور نقول له ليش تعدى إشارة الإشارة الحمراء في المرور يقول هسه مو مهم أني ألتزم بالقانون في المرور المهم أنه قلبي نظيف بالنسبة يكون للناس لا يغرم وإذا سبب حادث يعاقب قلبك لازم يكون نظيف نعم هذا جزء الجزء الآخر أنه تلتزم عملا بالقانون إذا ما صلى باتجاه الكعبة صلى خلف الكعبة هسه ولو صلاة طولت ساعة وركوع طول وسجود طول هذا الله ما يتقبل لأنه خلاف الشرط الذي شرطه الله سبحانه وتعالى. الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وقاتلوه ثم قتلوه هؤلاء كانوا قراء للقران كان كثير منهم حفظة القران كانوا حافظين القران حتى الرسول صلى الله عليه واله عندما يعبر عنهم يقول يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يقرأ القرآن بس ما يفتهم هذا القرآن ما ينفذ إلى قلبه هذا القرآن اللي هو كتاب هداية حوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا اللي في قلب زيغ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الله أعطاك العين نعمة لكن إذا واحد استفاد من هذه العين في معصية الله هو الذي حول النعمة إلى نقمة الله أعطاك أذن إذا هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا واحد استفاد من هذا الأذن في الاستماع إلى الغيبة، الاستماع إلى الملاهي وإلى الغناء وإلى قول الزور، حوله حوله حول الأذن إلى نقمة بسوء عمله، لكن الله سبحانه وتعالى أرسلها نعمة، خلقها نعمة. فإذا العمل الصالح الله يتقبله اما العمل غير الصالح الله لم يعد ماكو وعد لقبوله. اكو مساله اخرى هي مساله الحبط. اكو واحد مؤمن عمل بالصالحات ثم ارتد ومات مرتدا. الايه الشريفه تقول الايات الشريفه في عده ايات هؤلاء حبط ما عملوا عملهم يحبط شلون يحبط عمله؟ لأنه بالأساس قبول العمل كان مشروط يعني الله يقول أنا أقبل عملك، أقبل عملك بشرط أن تواصل الإيمان إلى لحظة موتك إذا لم تواصل الإيمان فعملك غير مقبول مثل واحد يبدأ بالصيام في شهر رمضان. الساعة الأولى هو صائم، الساعة الثانية صائم، الساعة الثالثة صائم، إلى نصف النهار صائم، إلى العصر صائم. الله يقول أنا أقبل صومك صومك وأعتبره صحيحا بشرط أن تواصل الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا ساعة قبل غروب الشمس أفطر صومه باطل في البلدان المتعارفه يعني شلون شلون صومه باطل يقول هذا من نص اذان الصبح امسك شلون الان صومه صارت باطل نقول انه قبول امساك في الصباح مشروط باستمرار الصيام الى الليل فاذا لم يستمر ماكو وعد بقبول هذا العمل وهذا هو حبط العمل. أكو ناس كانوا مؤمنين في زمان الرسول صلى الله عليه واله، ثم ارتدوا. الأعمال التي عملوها في فترة الإيمان، هذه الأعمال لينكشف أنها لم تكن مقبولة، الله سبحانه وتعالى لم يعد عليها ثوابًا. وعده كان بشرط اذا الامام في هذا الحديث يقول ان الله تبارك وتعالى لا يقبل الا العمل الصالح. الايه الشريفه تقول: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني يتقبله. ثم الامام يقول: ولا يقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. الشرط بين اثنين. العهد قد يكون من طرف واحد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هناك شروط بين اثنين الله سبحانه وتعالى يقول لنا مثلا صلي صلاة الليل أنا أعطيك ثواب يجوز لك ان تترك صلاه الليل لان هي مستحبه لكن اذا اتيت بها فاعدك بالثواب وكذلك العبادات الواجبه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه انت تنفق في سبيل الله انت تجاهد بنفسك في المقابل الله سبحانه وتعالى يرزقك الجنه. هذا الشرط من طرفين. حتى في الواجبات ايضا يقال شرط. العهد عاده من طرف واحد وقد يكون من طرفين ايضا. الله سبحانه وتعالى عهد يعني امرهم. فاذا انت ونحن التزمنا بالاوامر بالكيفيه اللي الله يريدها. مو بالكيفيه اللي احنا نريدها. بالكيفيه التي يريدها الله سبحانه وتعالى الله يتقبل اذا بالكيفيه التي لا يريدها الله الله ما يتقبل نعم اذا كان واحد كافر له اعمال صالحه هذا يخفف عنه اكو في حديث شريف في الكافي ان واحد من المؤمنين هذا خاف من السلطان الجائر في زمانه فهرب إلى بلاد الكفر فأجاره مشرك زين فكان في بيت هذا المشرك فآمن روعته مثلا وضيّفه وأحسن مثواه فعندما هذا المشرك مات الله سبحانه وتعالى يخاطبه انه انا حرمت الجنه على المشرك انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار انت مشرك الجنه محرمه عليك ومأواك النار لكن عملك كان عمل حسن صحيح هذا العمل مو مقبول لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، لكن باعتبار أنه حسن وعن حسن نية هذا يأثر في تخفيف العقوبة، فهذا المشرك في الحديث هو محبوس في جهنم لكن لا تحرقه نار جهنم يا نار هيديه أو هيديه ولا تحرقيه، يعني نار جهنم تخوفه هو محبوس في جهنم لكن لا يحترق لحسن صنيعه. الله ما تقبل عمله لكن اثر ذلك في التخفيف عنه، حتى الان في المحاكم المتعارفه في كثير من الدول اذا احد المجرمين مثلا يتعاونوا ويا المحكمه او يكون عنده حسن سلوك يخففون العقوبه عنه. اذا الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. فمن وفى لله عز وجل بشرطه وفيت بالشرط. في صلاتك، في صومك، في حجك، في تعاملك في حقوق الناس، في حقوق الله في كل شيء. واستعمل ما وصف في عهده، يعني الاوامر التي امرك الله سبحانه وتعالى، العهود التي عاهدك عليها التزمت بها نال ما عنده من الثواب يعني واستكمل ما وعده، الله سبحانه وتعالى يفي بوعده لأن عدم الوفاء بالوعد قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح يذكر المتكلمين المتكلمون أنه الوفاء بالوعيد مو واجب لكن الوفاء بالوعد واجب يعني مثلا أنت وعدت ابنك بأن تعطيه مثلا مالا إذا فعل كذا إذا درس زين إذا درس إذا ما طيت لذاك الفلوس هذا العمل قبيح لكن إذا أوعدته قلت له إذا أنت ما درست راح أقطع عطائك ما أعطيك راحة ما راح أعطيك فلوس هسه هذا ما درس أنت يجوز لك أن تعفو عنه نعم الوفاء بالوعيد مو واجب بل يجوز العفو الله سبحانه وتعالى أوعد العصاة بنار جهنم لكنه قد يعفو عنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما بالنسبة إلى الوعد الوفاء به واجب واجب مو معنى إلزام على الله ماكو واحد يلزم الله سبحانه وتعالى بشيء وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد يفي بوعده لأن خلاف الوعد قبيح والله منزه عن القبح فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عند الله واستكمل ما وعده. الآية الشريفة تقول: "ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما" في سورة محمد. اذا واحد وفى بما عاهد الله يؤتي أجر عظيم. لأن أكو بعض المسلمين آمنوا بالله سبحانه وتعالى لكن الآية تقول ومنهم يعني بعض الناس من يؤمن على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المبين كثير من الناس هكذا اذا الامور تجري على حسب ما يريد فهو هم على الطريق لكن اذا جرت على خلاف ما يريد ينحرف من الطريق شان نزول الايه كما يقول بعض المفسرين هو انه البعض من الاعراب جاءوا وامنوا فاذا كانت سنه فيها خاصب ولدت زوجته نزلت الأمطار الزراعات نمت الأنعام كثرت فيقول إيه هذا خوش دين بمجرد أن دخلنا في هذا الدين ازدادت البركة علينا وإذا كانت كانت سنة جدب يعني ذيك السنة اللي راح آمن ما نزلت الأمطار الصحراء لم ينبت فيها النبات أنعام قلت زوجة ما أنجبت يقولوا هذا من شؤم الدين فيرتد من يؤمن على حرف يعني على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كثير من الناس هكذا إذا الأمور على مذاق تجارة ماشية بلد أمان أمور على ما يرام أولاد زوجته بيت زراعته محل كذا هو هم يصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه وتعالى وملتزم لكن إذا صار الامتحان حاكم ظالم سيطر ابنه مات زوجته مرضت خسر في تجارته كذا هاي يقول يا الله وينك وقد يكفر بلسانه وقد يرتد عن الدين وقد ينحرف أنا شفت واحد ركب التاكسي في إحدى البلدان فسألت عن حالة قال أنا كنت تاجرا فالله سبحانه وتعالى أخذ الأموال ودخلت السجن حسب كلامه يقول فأخذ الأموال وأخذ معه الدين يعني قال تركت الصلاة والصوم والعبادة وكذا كل شيء هذا من الناس الذين يعبدون الله على حرف الله لم يعد أمثال هؤلاء بالثواب فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده يعني ما عند الله واستكمل ما وعده زين. هذا إذا اتضح شنو الشروط اللي الله سبحانه وتعالى شرطها علينا شنو العهود التي أمرنا بها أن نؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأن نطيعه أطيع الله وأطيع الرسول ومن بعد الرسول أن نؤمن بالأئمة عليهم الصلاة والسلام بأنهم خلفاء من الله سبحانه وتعالى وأن نطيعهم في كل شيء فنسلم للرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام ونتبعهم في الفروع والأصول فالله سبحانه وتعالى وعد بالثواب إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني اهتدى إلى ولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام ان الله تبارك وتعالى اخبر العباد بطرق الهدى بين لك طريق الهدايه الرسول محمد صلى الله عليه واله اذا رحت من غير هذا الطريق الله ما يتقبل لانه ما يحتاج الى عملك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه عمل الصالحات وخدم المجتمع وخدم البشرية وكذا 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 الله ما يتقبل منه نعم قد يخفف عنه قد يثيبه في الدنيا بالذكر الحسن الناس يذكرون بالذكر الحسن هذا ثواب بالدنيا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى الطاعات، الواجبات، المحرمات وهكذا، وشرع لهم فيها المنار، المنار يعني الدليل اللي هم الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام، سابقا مثلا بجنب البحار كانوا يبنون منارة طويلة وفي الليالي المظلمة حتى السفن لا تتيح يشعلون على هذه المنائر النار إذا قيل لها المنار والمنارة هي كلمة مشتقة من النار يعني مكان الذي ينار عليه فذول من بعيد السفن التائهة كذا تريد تدور مكان المرسى تشوف هذه هذا المنار وهذه النار مثلا فتذهب الى المكان الصحيح لانه يدلهم على المكان الصحيح الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام هم منار الهدى وشرع لهم فيها المنار واخبرهم كيف يسلكون الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس على ضلال بين لهم طريق الهدى ليحيى من حي عن بينه. وقبلها ليهلك من هلك عن بينه. فقال واني لغفار لمن تاب يعني رجع الى الله سبحانه وتعالى وامن بالله وعمل صالحا ثم اهتدى يعني اهتدى الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. انت ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتؤمن به وتعمل الصالحات بدون ان تعرف الرسول والائمه هذا ما يكفي، ما يفيد. في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين. فالله سبحانه وتعالى بين لك الطريق، الطريق تاخذ من الرسول واله. اذا واحد ما اخذ من الرسول واله، الله لم يعده بقبول عمله، بل اخبر بحبط عمله. إذا واحد أخذ من الرسول وترك الأئمة فهذا لم يأخذ من الرسول لأن الرسول أمر باتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى فإذا ما اتبعت الأئمة ما اتبعت الرسول لأن هذه من وصية الرسول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فإذا الطريق أن تأخذ من الرسول وآله وتعمل وتتبعهم فالله وعد بالجنه والثواب. اذا لم تتبعهم الله لم يعد لا بجنه ولا بثواب، حتى لو واحد من الصباح الى المساء، من المساء الى الصباح ينشغل بالعباده. اكو مجموعه مثلا من الرهبان من النصارى يذهبون في الصوامع ويعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. مو مقبول منهم لانهم كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه واله. وشرط قبول العمل الإيمان به والأخذ من هاي العبادة اللي تعبدها بالكيفية التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى فليش تتوقع منا أجر هذا المقطع الآخر من هذا الحديث الشريف ثم الإمام الصادق يواصل هذا الحديث في بيان لزوم اتباع الأئمة نتركه إلى حلقة قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين